قاعدة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لسنا يعني أكثر حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولسنا أكثر حبا للنبي من التابعين، ولسنا أكثر حبا للنبي من الأئمة المتبوعين. ما نقل عن أحد منهم أبدا، لا عن الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا الأئمة المتبوعين، لا عن الإمام أبي حنيفة ولا عن الإمام مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا سفيان الثوري ولا الزهري ولا البخاري ولا مسلم ولا عروة ولا سفيان الثوري ولا الأوزاعي. من القدوة غير هؤلاء؟ هؤلاء قدوتنا، ولا ابن حجر ولا الذهبي ولا ابن كثير ولا ابن تيمية ولا ابن عبد البر ولا الخطيب البغدادي. من بقي؟ من علماء المسلمين من سلفنا الصالح من القرن الثامن وانت نازل احتفل بهذا المولد؟ هم قدوتنا، لم ينقل عنهم شيء من ذلك. ثم كذلك نحن نؤمن يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل لنا الدين. يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. ما أمر أن نحتفل بيوم مولده أبدا صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.